قاعد تشوفوني وانا العب، قاعد تشوفوني من فوق وانا العب. تعرفون ان الرمل اجمل شيء في الطبيعه نلعب فيه، لاننا نسوي فيه اشكال. مره اسوي فيه مثل جبل كبير، مره اسوي ابراج طويله احطهم جنب بعض عادي، بس ما اعرف طالع شكله كذا حلو. عارف ان الرمل يوسخنا، بس خلينا نفكر ونتخيل نسوي اشياء ما حد فكر فيها. عشان كذا خلونا دائما نلعب الرمل، وراح تكتشفون شخصياتنا ان شاء الله تعجبكم اللي انا سويته. مع السلامة، 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 مع السلامة.